Good morning. How are you, Habibis of Talet? Hoping that you are fine. Today we will have a new lesson, Unit 3, Lesson 1. What's today? Very good. Today is Sunday. What's the date? Date, the 1st of November 2020. The 1st of November 2020. Our lesson about the ant and the grasshopper. The ant, يعني النملة, and the grasshopper. هلا grasshopper هي ما grass يعني عشب, أو hopper اللي هو يعني كلمة كاملة هاي ما منقسمها منقول جندب هي grasshopper. Listen to me and I will explain every words in the text, okay? Write the meaning of the every word. I wrote it on the vocabularies. One beautiful summer day. في إحدى beautiful يعني جميل. في إحدى أيام الصيف الجميلة. Summer معناها الصيف. Day يوم. A lazy. Lazy يعني كسول. إيش يعني lazy؟ كسول. A grasshopper يعني جندب. Was chirply, كان chirply. هلا في chirping اللي هي الشقشقة أو صوت الزغزغة أو التغريد, لأنه ما بيغرد يعني, بس زي لكنه بيغني أو مبسوط هيك. Chirping اللي هي شقشقة الحشرة. And sitting and playing games. Sitting يجلس and playing يلعب games الألعاب. Just as he did every day. تماما مثل ما بيفعل كل يوم. Did يفعل every day كل يوم. Okay. ديروا بالكم هاي tripping. Tripping. A hard working. هلا هاي كلمة واحدة hard working. اللي هو يعني بتعمل بجهد أو بتعمل عمل شاق متعب. اسمه hard working يعني بيشتغلوا كتير وبيتعبوا بشغلهم نسميه hard working. A hard working and passed. مرقت من جنبه يعني passed يعني مرقت أو اجتازت. By carrying كانت تحمل carrying a huge leaf. huge يعني ضخمة. leaf ورقة. That he was taking back اللي إيش رجع ترجعها أو تأخذها معها to the ant's nest لمين لعش النمل أو بيت النمل. أوكي هيها شايفينها. The grasshopper said to the ant. أجا الجندب قال للأنت. All you ants do is walk all day. كلكم يا النمل عم تشتغلوا كل يوم كل يوم. You should be more like me. لازم تكونوا مثلي. You should be like me. يعني لازم تكونوا مثلي. كيف يعني مثله؟ And play. تلعب. انتوا لازم تكونوا مثلي تلعبوا. طبعا هو هذا ببين انه lazy كسول. هيو هذا الجندب كسول شايفين بدهم ما يشتغلوا الانت بس انه بضلهم يلعبوا. اوكي عنا هون unit 3 بدنا نسمعه. ما تبعتوا للريكورد او الفيديوهات لانه بس نخلص الدرس كامل لانه الدرس كله صفحتين بس. اليوم ناخد الصفحة هاي مع ترجمة الكلمات شايفينها. هاي المعاني كلها تنكتب على دفتر المعاني. اكتبوا لي اياها على دفتر المعاني. اوكي على الفوكابيولاريز نوت بوك. ماشي اوكي حبايبي. صف ثالث هاي الفقرة الاولى. بكرة ان شاء الله نكمل the second paragraph الفقرة الثانية ونفسرها وكمان انه نقرأها. حاولوا انتو بالبيت ضلكم اقرأوا في الباراجراف هاي. اوكي يا حبايبي او ما تبعتوا لي فيديوهات يعني ما في داعي. اوكي thank you goodbye.